السلام عليكم الأصدقاء والصديقات ديال الصفحة. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو بات فيتي، يعني عجينة مورقة العجينة بلا سكر. عندنا ليها كيلو ديال لافارين الفور سرطب، نوعية ممتازة، وعندنا 200 غرام ديال الزيت، عندنا 20 غرام ديال الملحة، وخمسة الغرام ديال لاميليورون ديال البودر. اللي ما بغاش يدير البودر ما يديروش. كنخوي الكميه ديالي كامله في الماكينه بهذا الشكل. وكنرجع تخدم، كنزيدو الماء، كنديرو الماكينة كتخدم. بالمناسبة لاباط راه ما كتخدمش بزاف في الماكينة، غير كتجمع العجينة كنحيدوها. العجينة ديالي هي واجدة، دابا غادي نهزها من الماكينة. كيفما كتلاحظوا معايا العجينة هي هزتها من الماكينة، وما كتحتاجش تعجن بزاف، لأن إلا تعجنات بزاف ما كتعطيناش نتيجة جيدة. العجينة ديالنا فيها كيلو 800، يعني غادي ندير لها نص كيلو ديال الزبدة ولا شي 600 غرام تقريبا، يعني مارغرين وحدة وشي شوية.